أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيه أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. البداية من التساؤل الذي يحاول موقع بوست الإجابة عنه، حيث عنوان: تعدد جبهات الحرب اليمنية، الاستنزاف لصالح من؟ يفيد الموقع: لا شك أن تعدد جبهات الحرب اليمنية يشكل استنزافا لكل الأطراف خاصة الانقلابيين، لكن هذا الاستنزاف عادة ما يتم امتصاصه من قبل كل الأطراف أيضا. فمثلا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يمتصون خسائرهم من خلال تدريب وضم العديد ممن يلتحقون بجبهات القتال والتجنيد في صفوف الجيش الوطني واستمرار دعم التحالف العربي للجيش الوطني بالأسلحة المختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة للإنقلابيين، فهم يمتصون خسائرهم البشرية من خلال استمرار حشد المقاتلين القبليين وأيضا حشد الأطفال إلى جبهات القتال، بالإضافة إلى إقدام إيران على تهريب أسلحة للإنقلابيين. ورغم كل ذلك إلا أن هناك تحولا مهما سيتضح أثره فيما بعد، إلا أن هذا التحول وفقا للموقع بوست سيكشف عن جيش وطني يتشكل من كل المحافظات ويتم تدريبه باحترافية تتسع دائرته كل يوم، ويحصل على دعم نوعي من حيث التسليح من قبل دول التحالف العربي، يضاف إلى ذلك ما بحوزته من أسلحة لم يتمكن الإنقلابيون من السيطرة عليها مبكرا. ومن الحديدة وسياسة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا الحوثي، يعنون موقع مصدر أونلاين: وفاة رابع قيادي من حزب الإصلاح في الحديدة إثر تعذيبه من قبل مسلحين الحوثيين. وتوفي قيادي في حزب الإصلاح بمحافظة الحديدة غرب اليمن جراء التعذيب الذي تعرض له من قبل مسلح جماعة الحوثي وقوات صالح خلال فترة اختطافه. قال بيان لحزب الإصلاح في المحافظة: تلقى مصدر أونلاين نسخة منه إن محمد حشيبري القيادي في الحزب مديرية القناوس توفي جراء التعذيب في مكان احتجازه في مديرية الزيدية شمال مدينة الحديدة. أضاف البيان: حشيبري هو رابع قيادي في الحزب يموت تحت التعذيب منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة الساحلية. عن المرجعيات الثلاث التي لا تراجع ولا إفراط فيها، يكتب مستشار رئيس الجمهورية نصر طه مصطفى مقالا وينشره في صحيفة الحياة اللندنية: تجاوز المرجعيات الثلاث عند وضع المعالجات للأزمة والحرب القائمة سيدمر الأسس التي توافق عليها غالبية اليمنيين منذ الثورة الشعبية عام 2011، والتي كانت ثورة سلمية مميزة في رؤيتها للتغيير، كما كانت مميزة في المنهجية التي تحاورت بها القوى السياسية في حينه لتنتهي بنموذج فريد في عملية التغيير ونقل السلطة، إضافة إلى أنها تميزت بفرادة واستثنائية وإيجابية التعامل معها من المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي. ومن شأن التغاضي عن كل ذلك الآن أن يتحول إلى عقاب جماعي للشعب اليمني على تطلعه للتغيير إلى الأفضل حينذاك والتزامه النهج السلمي، على الرغم أنه من أكثر الشعوب تسلحاً، حتى جاءت الميليشيات في عام 2014 لتقوض آماله وتدفع البلاد إلى حرب ضروس تجري منذ استيلائها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح وتمددها إلى سائر المحافظات بذات الطريقة وبنفس أسلوب العنف. لذلك تظل المرجعيات الثلاث هي السقف الآمن الذي يمكن وقف الحرب والاتفاق السياسي بموجبه، لأن هذه المرجعيات اتسمت بالعدالة التامة في التعاطي مع قضايا الشعب اليمني. فالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نظمت عملية نقل السلطة للرئيس هادي ومنه لمن سيأتي بعده، ومخرجات الحوار الوطني صاغت بتوافق كامل شكل الدولة الجديد ونظامها السياسي المنشود. وجاءت كل القرارات الدولية الخاصة باليمن منذ القرار 2014 لعام 2011 وحتى القرار 2204 للعام 2015 لتحمي المبادرة وآليتها ومخرجات الحوار. نقرأ لكم أهم العناوين التي تصدرت موقع يمن مونيتور. جاء فيه: إبو اليمنية تستقبل نصف مليون نازح بسبب الحرب.
قال محافظ إب عبد الوهاب الوائلي. إن بعض مديريات محافظة إب تعيش وضعا متدهورا جراء سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية، مشيرا إلى أن نصف مليون نسمة نزحوا للمحافظة بسبب الحرب التي تشنها الميليشيا على المحافظة المجاورة وهي محافظة تعز، ما تسبب في تدهور الوضع الإنساني للنازحين وفي انتشار مرضى الفشل الكلوي وظهور مؤشرات المجاعة خاصة في مديريات القفر وفرع العدين والحزم وحبيش. توفي أحد أساتذة جامعة عدن بصورة مفاجئة أثناء إلقائه محاضرة في أبين، ووفقا لموقع عدن الغد فقد توفي الأستاذ الجامعي بينما كان يؤدي مهامه التدريسية في القاعة الجامعية. وتوفي عبد الحميد محمد صالح عيسى، هو عضو الهيئة التدريسية بكلية التربية لودر جامعة عدن، وذلك إثر جلطة دماغية أصابته حينما كان يزاول مهامه التدريسية في قاعة الدرس بكلية التربية في محافظة أبين. وكان عيسى يحاضر طلاب المستوى الثالث قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية بلودر. الميليشيا أعظم الشرور، تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقالا نشره في يمن مونيتور، وقال في أجزاء من المقال: خلو المجتمع والدولة من قيم ومبادئ الحرية والمساواة أمام القانون سيظل ينتج صراعات وصدمات عنيفة لا ديمقراطية تشل الدولة والمجتمع معا. كانت وما زالت الميليشيا هي أعظم الشرور في هذا السياق، ذلك لأنها لا تخضع لمفهوم الدولة كما تريد إجبار المجتمع على أجنداتها وأيديولوجياتها فقط. أكثر التحديات تعقيدا في الدول العربية التي أصيبت بلعنة الميليشيا واليمن على رأسها هو اختراقها للجيوش المثخنة بالفساد والعصبوية وتحويلها إلى تابع لها، ما يعني الحط من قيمتها الوطنية الرمزية الجامعة، وتلك هي الصدمة الوجدانية الكبرى التي ولعدة أسباب متشابكة برأيي صارت تبدد أكثر من غيرها الآن مختلف آمال السلام والمصالحات المجتمعية واستعادة شخصية الدولة وجبر ضرر الحرب بأقل الخسائر، خصوصا مع الإرادات الغامضة التي لا ترى في المشهد سوى مخاطر الإرهاب فقط، مع أنه مرفوض ولا يمكن أن تكافحه سوى حالة الدولة وليس لدولة كما هو حاصل، في حين تتحرك تلك الإرادات الغامضة داخل المشهد لتحويل الميليشيا إلى مصاف الجيوش تماما كما نرى من حولنا هنا أو هناك، فضلا عن تحويل الجيوش إلى مصاف الميليشيا بالمحصلة. مشاهدينا، ينقل موقع التغيير نت ما قاله السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي حول زيارة وفد ميليشيا الحوثي إلى بكين مؤخرا، وأنها كانت بدعوة من منظمة صينية غير حكومية وليس بدعوة من الحكومة الصينية، وأن القانون لا يمنع المنظمات من إرسال دعوات خاصة بها. أكد السفير الصيني دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية، وأن الحكومة الصينية لا تؤيد أي تصرفات أحادية الجانب من أي طرف يمني يعقد الأوضاع ولا يخدم الجهود الرامية إلى إحلال السلام وفقا للمرجعيات الأساسية المرتكز عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. قال إن الحكومة الصينية تدعو الأطراف المعنية في القضية اليمنية إلى مواصلة حل النزاع والخلافات بينهما عبر المشاورات وصولا إلى حل وتسوية سياسية متوازنة مقبولة لدى الجميع. إلى موقع اشتراكي نت، تابع مجريات معارك الضالع التي لا تتوقف، عنوان الموقع في صفحته الرئيسية وقال: وقوع قيادي ميداني للميليشيات في الأسر ومقتل وجرح العشرات بمعارك حمك. قال الموقع: قتل وجرح أكثر من 20 مسلحا في صفوف ميليشيات الصالح والحوثي في المواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تشهدها جبهة حمك. مصادر أفادت للاشتراك نت أن المواجهات تجددت وأسفرت عن مقتل 8 مسلحين وإصابة 15 آخرين وأسر 3 بينهم قيادي ميداني. أضافت: قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية صدت هجوما واسعا للميليشيات على موقعي حمك وكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات الحربية. نفى مصدر محلي في مديرية عتمة لموقع المشاهد نت وجود انفجارات بركانية وتقاذف للحمم البركانية في مخلاف سماء مديرية عتمة في محافظة ذمار.
وأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، قال نائب مدير الرصد الزلزالي بذمار للمشاهد: لا حقيقة لما بثته وسائل إعلام محلية عن وجود براكين وانفجارات كبيرة في مديرية عتمة في محافظة ذمار. وبحسب حديث مع فريق متخصص لموقع المشاهد والذي زار المنطقة، قال إن هناك هزات أرضية زلزالية خفيفة تحصل في المنطقة منذ شهر، كانت أقواها هزة أرضية بدرجة 4.3 بمقياس ريختر يوم الاثنين الفائت. وأوضح الفريق الجيولوجي الذي زار المنطقة أن هذه الهزات تحدث بسبب تفتتات صخرية في باطن الأرض، ولا وجود لما يهدد الساكنين في المديرية أو بعض القرى المجاورة. قبل قراءة ما ورد في صفحات الصحافة العربية اليوم، نذهب إلى فاصل، فابقوا معنا. مرحبا مجددا مشاهدينا، نتابع الجديد من العربي الجديد. الجديد في العربي الجديد هو بخصوص الحلول السياسية المتعثرة لأزمة اليمن. قالت الصحيفة: جولة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المنطقة انتهت من دون أن تسفر عن أي نتائج واضحة، باستثناء فشل في تحقيق أي تقدم على صعيد إعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المشاورات. كان المبعوث الأممي إلى اليمن اختتم منذ أيام جولة في المنطقة بدأها في العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى وفد الحوثيين، التقى هذا الوفد ثم انتقل إلى الرياض التي عقد فيها لقاء مع مجموعة سفراء الدول 18 قبل أن ينتقل إلى اللقاء بالرئيس اليمني عبد الرب المنصور هادي في عدن ثم إلى الكويت. وفقا لمصادر سياسية يمنية للعرب الجديد، فقد انتهت الجولة لولد الشيخ أحمد من دون أي مؤشر على تحقيق تقدم، إذ تشير مختلف التصريحات والمواقف الصادرة عن الحكومة الشرعية إلى أنها ما تزال ترفض التعامل مع خارطة الطريق المقدمة من المبعوث الأممي وتطلب تعديلها جوهريا، وآخر ذلك ما تردد عن رسالة وجهتها البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تصف فيها الخارطة الدولية بأنها حافز مجاني للحوثيين والرئيس المخلوع يضفي الشرعية على تمردهم وانقلابهم. تشير مصادر مقربة من الحكومة إلى أن الشرعية قدمت قائمة من المطالب كضرورة لأي حل سياسي. وفي الموضوع السياسي عنونت أيضا صحيفة القدس العربي. ماذا قالت القدس؟ اليمن يبلغ الأمم المتحدة رفضه خطة ولد الشيخ ويعتبرها سابقة دولية خطيرة. قالت الصحيفة: إن البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة أكدت رفض الحكومة اليمنية لخطة المبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد لإنهاء الحرب، معتبرة أنها سابقة دولية خطيرة من خلال إطفاء الشرعية على تمرد الإنقلابيين على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. أكدت البعثة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن الخطة تمثل اعترافا بشرعية الانقلاب وإنها تمثل حافزا مجانيا للانقلابيين. غادرت الجزائر سنة 1995 كالآلاف عندما استبيحت الأرواح والممتلكات. هكذا بدأ الكاتب الجزائري توفيق رباحي طرح أسباب مغادرة بلاده التي تشبه تماما أسباب كل من غادروا بلدانهم العربية هربا من الموت المتاح للجميع. غادرتها لما بات سهلا على أحدهم أن يدل قاتلك نحو بيتك مقابل كيلوغرام من الموز أو علبة سجائر مالبورو. غادرتها عندما يقتل الرجل أو المرأة في حي شعبي فيلام بالقول: وما الذي أخذه إلى هناك؟ غادرتها لأنني رفضت أن يقتلني نذل برصاصة يتيمة في مؤخرة الرأس فلا يمنحني فرصة النظر في عينيه. غادرتها لأنني لم أعد أفهم من ينوي قتلي. ولماذا غادرتها؟ لأن دفن الزملاء والأصدقاء بدأ يتحول إلى مناسبة اجتماعية تجمعنا في رحاب المقابر بعد أن أصبحنا أعجز عن أن نلتقي في غيرها. غادرتها لأنني رفضت أن أشترك في مذبحة جماعية يقتل فيها أي كان أيا كان قبل أن يعرفه. لا القاتل يعرف ولا المقتول يعرف. غادرتها عندما اقتنعت بأن هذه الدولة تخلت عني للقتلة حتى لا أقول سلمتني لهم،
وفي أفضل الحالات لم تبدي جاهزية وكفاءة لحمايتي. غادرتها عندما اقتنعت نهائيا بأن أفضل خدمة يمكن تقديمها لبلادي في تلك الظروف المجنونة هي الخروج منها. اليوم وقد بات من الصعب جدا العودة، أقول إن الداخل ليس أفضل من الخارج في شيء، وليس أكثر وطنية منه، لأن حب الأوطان لا يقاس بالجغرافيا وبالمسافات الكيلومترية. إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي تابعت التطورات الميدانية، علقت نزع 600 لغم زرعتها الميليشيات في بيحان. قوات الشرعية تقطع خطا لتهريب السلاح والمخدرات للإنقلابيين. تقول الخليج إن قوات الشرعية التي تضم الجيش الوطني والمقاومة حققت تقدما عسكريا ميدانيا في جبهة بيحان بمحافظة شبوة، ونجحت في قطع طريق يربط محافظتي شبوة ومأرب تستخدمه ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في نقل وتهريب الأسلحة. قال أركان حرب كتيبة الحزم المقدم صالح العقيلي إن الفرق الهندسية التابعة للجيش تمكنت من نزع 600 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في مدينة بيحان في محافظة شبوة. قالت مصادر حكومية لصحيفة الحياة اللندنية إن ميليشيات الحوثي وصالح واصلت قصف الأحياء السكنية في تعز، ما أدى إلى مقتل مدنيين 2 مدنيين وإصابة 3 آخرين. أضافت مقاتلات التحالف استهدفت منصات إطلاق صواريخ للمتمردين في سواحل مدينة المخا غرب تعز. وتقول الصحيفة إن القصف تزامن مع غارات ضربت مواقع للحوثيين وقوات صالح شمال شرقي صنعاء، من بينها مبنى كلية الهندسة العسكرية الواقع في منطقة جولت آية. نطالع في صحيفة الاتحاد الإماراتية واحدا من الأخبار الأكثر تداولا، حيث عنونت الصحيفة يتبرع بكل أمواله لبلدة أسر فيها، حيث وهب جندي ألماني سابق في الوحدات الخاصة أسر في اسكتلندا خلال الحرب العالمية الثانية، وهب مبلغ 384,000 جنيه استرليني أي 458,000 يورو إلى بلدة اسكتلندية التي اعتقل فيها في تحية إلى لطف السكان حياله بحسب صحف بريطانية. وقد أسر اسمه هانريش شتاينمير وهو عنصر في الوحدات النازية الخاصة في سن 19 في فرنسا، ونقل إلى معتقل قرب بلدة كومري الاسكتلندية وتوفي فيها عام 2013 في سن 90. لكنه حد قول الصحيفة، كتب في وصيته أنه يريد وهب هذه الأموال إلى البلدة الذي أسر فيها، وأضاف في وصيته أريد أن أعرب عن امتناني للإسكتلنديين على لطفهم الذي خبرته خلال فترة اعتقالي في اسكتلندا. الإصبع أم الزناد؟ تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقالا ونشره في صحيفة الخليج، تناول مسألة إنشاء جيش وطني. قال فيه أحصى باحث مصري عدد الجنود المتعلمين أثناء حرب يونيو حزيران 1967 وما بلغه عددهم بعد 6 سنوات في حرب أكتوبر تشرين الأول، فوجد أن نسبة المتعلمين قد ارتفعت بشكل ملحوظ، واستنتج بعد ذلك أن الجيش المتعلم والمدرب جيدا يصبح ضعف عدده على الأقل من حيث القدرة والحيوية والمبادرة. هناك عبارة تنسب إلى جنرال بريطاني من الحرب العالمية الثانية تقول إن الزناد محايد، وما يتحكم به وبهدفه والمهارة التي يستخدم بها هو الإصبع الذي يضغط عليه. ومن يدرس تاريخ العسكرية العربية خصوصا في الدولتين الأموية والعباسية يعثر على العديد من الوقائع والقرائن التي تمنح السلاح شحنة إضافية، وربما لهذا السبب قال المؤرخون عن المعتصم بأنه رغم انتصاره المشهور في معركة عمورية تراجعت لديه الشروط التي يقبل من خلالها المحارب. وقد يمتلك جيش أحدث الأسلحة ويتدرب عليها جيدا، لكن ما يبقى ينقصه هو تلك الشحنة التربوية والعقيدة الوطنية التي تدفعه إلى الإقبال على الموت
كما لو أنه سيولد من جديد. حديقة كبيرة أنشأها رجل ياباني لأجل زوجته التي فقدت بصرها منذ أعوام، أصبحت تعرف بأجمل حديقة رومانسية في العالم. يذهب الأزواج إلى زيارتها ولقطف بعض الزهور لزوجاتهم في عيد الحب ولمدة عامين. عمل الزوج المخلص على زرع هذه الحديقة والاهتمام بها حتى أضحت مقصدا لأكثر من 7000 زائر بين شهري مارس وإبريل للاستمتاع بمشاهدة هذا البحر من الزهور الوردية العطرية والتي تخفي قصة حب مؤثرة. هذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة لهذا اليوم. نتابع سويا الكاريكاتير.